السلامة. الحمد لله على السلامة. وصلنا وايت هولز، مدينة شوية زين نوعا ما، يعني متوسط الحجم، فيها خدمات زين. اللي ما طبعا احنا قبل لا نوصل بكين كان الليك موجود، شفنا هذا. نعم. قبل نوصل 500 كيلو تقريبا نظفناه، وصلنا بكين ما في شيء، قلت الحمد لله. شحننا في انكلج بس مشينا في ليك، اي الوكالة شيكوا وقالوا ما شالوا الكاب، شالوا نظفوا وقالوا خلاص ما في شيء، ما في شكل توي توب تو توب وخلاص انتهى الموضوع. اي مشينا في اول يوم ما كان في شيء، ثاني يوم بدا خفيف، الحين نشوف السبلاش في المكان. ثاني يوم ودع هذا، ثاني يوم ما هذا، بس الحين خلاص يعني الحين انت تشوف شوف شوف كله. شوف يعني كل اللي داخله كله، شوف هذا 2 لتر، هذا ما في واي ترى، في اقل من ربع لتر، وهذا كل الزيت طلع على التاير. ان شاء الله احنا خلاص نشحن، يعني خذينا قرار نشحن السيكل ان شاء الله باشر. خلينا نشوف لنا هذا محل، و يعني نشوف الاوبشنز كلها، هنشوف الاوبشن شلون واحد يشحن السيكل. لا انا ادري الحين المحلات الحين مسكره، ما كل الانترنت بوكينج اونلاين عندهم، ما نشوف، ما اقول لك ما كل الانترنت. اوكي فعن طريق الانترنت نشوف، الحين لقينا شيء ما لقينا بعد، ما كله باكر ولا نشوف شلون. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الحمد لله.